نص الليمون اللي بيضل بالثلاجة. مين مين عرفتها؟ اللي ما بتعرف شو سببها. صح. بتلاقي علبة دواء قحة فيها نصها. صح؟ صح. وقرن فلفل. قرنين فلفل واحد منه مقروط شوي. مقروط شوي الثاني مجعلك. ما بتعرف ليش يعني، هذول بكل ثلاجة مواطن أردني. ناخذ دبس فليفلة. حطه وين؟ في قعر جاط للخلط. من زيت الزيتون. يا سلام. يا سلام. يا سلام. من الكمون. أيوة. ملح. يا سلام. نضيف عصير ليمون من عند أبو عون. الفلفل الحار. هي حارة. هي حارة. هذا الحار استخدموا خيالكم، شو حابين تحطوا حار وقديش حابين تحطوا حار، انتوا حرين. هاي الشباب فوق بقولوا لك كثر ايش، مش هرد عليكم. اذا واحد بحب حر يعني تدمر كل الشباب. وضفنا كمان من عصير الليمون. بنضيف الان بندوره مفرومه عطول، بنلحقها بالبصل الناعم. افضي لك شوي يا ابي محسنك، الله يرضى عليك. الله. والفليفله. ها. واخيرا وليس اخرا بنضيف شويه بقدونس. هاي السلطه الحاره بتنفع للطبق اللي احنا عاملينه اليوم، يعني حفر وتنزيل عليها يعني هاي. وطبعا حابين تسووها حاره كثير اعملوها، زيدوا عليها فلفل اخضر حار او مثلا اللي بدكم اياه، يعني هذا القرار قراركم. الخيار لكم ولا سلطه عليكم. نعم. كوب فلفل اخضر حار سوري حلو مفروم، بندوره من كوب وبصله مفرومه، بدنا فلفل اخضر حار مفروم ونصف كوب من البقدونس المفروم، دبس فليفل وعصير ليمون وزيت زيتون وكمون وملح الكسيح وشويه فلفل اسود.